السلام عليكم. درس النهارده عن الفاريبل. ليه هنستخدم الفاريبل؟ خلينا نعمل جمله ان القط هيقول جمله، ياخد حاجه من المستخدم وبعد كده يديه. طيب اقول له مثلا ان انا عايز اسك واتس يور نيم. طيب الايفنت ايه اللي هو لما حد يدوس على الزرار هيسال السؤال دوت، هيبقى عندي اجابه هتحط في الانسر. الاجابه هتحط هنا، تحط هنا في الانسر. طيب خلينا بقى نقول له ايه، يقول الكلمة اللي هتيجي. مش هيقول هلو، هيقول انصر. الكلمة هتكتب هنا، هتحط هنا، شغل. هيسألك فتقول له مثلا عمر، هيروح قايل الكلمة. طيب جميل جدا. طيب لو انا عندي الموضوع ده، الموضوع ده متكرر هنا، هيسأل بقى سؤال تاني، what's where are you from. تمام. طيب الإجابة اتحط في الأنسر. طيب لو قلت له اطبع لي الاتنين، هنا أول مرة حط في الأنسر حط الاسم، بعد كده لما سأل سؤال تاني خلى الأنسر دي فيها كلمة ايجيبت، فالكلمة الأولانية دي اتلغت. خلينا نقول له سي قول، وعشان تبقى معانا هستخدم اللي هو الأمر بتاع جوين، وأقول له حط الأنسر. نحط دي كده، يقول لي اسمك ايه، قلت له عمر. بعد كده لما سألني تاني انت جاي منين، وقلت له ايجيبت، لغى كلمة عمر وحط بدلها ايجيبت. فلما اجي اقول له اطبع، اطبع لايجيبت ايجيبت. طب ما ده انا اللي عايزه، فهعمل ايه، هستخدم بقى الفاريبل. اقول له اعمل لي فاريبل جديد وسميه نيم، واعمل لي فاريبل جديد وسميه ايه، اسميه مثلا كونتري. خلي بالك هنا فور اول سيبريت، يعني كل الاشكال اللي موجوده ولا للشكل ده بس. لو انت استخدمت الشكل ده بس مش هتقدر تنقله لاي كائن اخر. فاقول له ايه، اطبع لي المتغير اسمه كونتري. تمام. طيب اول حاجه بقى اعملها، اقول له ايه، اسك. تمام. خد القيمه، اقول له ايه، خلي لي بقى القيمه ديت اللي هي احنا هنقول مثلا عليها النيم هتساوي الانسر. يبقى كده هيعمل ايه، هياخد الاجابه اللي هنا ويحطها في المتغير اللي اسمه نيم. تمام. طيب وبعد كده هقول له ايه، اسك وير ار يو فروم. وبعد كده هقول له ايه، اعمل لي بقى المتغير اللي اسمه كونتري هتساوي الانسر. تمام. طيب بعد كده اقول له ايه، قول لي الاثنين. طيب وخلينا نقول له جوين طيب هنا مش تبقى الانسر، هيبقى اول واحدة النيم اللي هي هتبقى هنا، والكاونتري هتبقى هنا. وهنا اقول له ايه، هاي إيه الاسم بتاعه. بعد كده يقول له ايه، اي كلمة بقى، اجدع ناس ولا اي حاجة، جود كاونتري. عندنا بيقول لك اجدع ناس، اي حد تقول له انا مزوح يقول لك اجدع ناس. تمام. طيب اقول له بقى سي، قول لي الكلمه دي. يبقى كده تعالى بقى تشغل. خلي بالك هو بيقول لك النيم بزيرو، اقول له الاسم خليها بامبر. شغل سميها كده كونتري ايجيبت. تمام. هاي عمر جو كونتري ايجيبت، وهكذا يعني. تمام. الفكره ان احنا عرفنا فكره المتغيرات ازاي نستخدمها في قلب الجملة، بحيث ان يبقى فيه حوار بيننا وبين بعض. تمام. طيب خلينا نضيف مثلا كائن معين، اي حيوان، الدوج مثلا. تمام.
تمام، انا عايز الكلب هو اللي يقول الجملة ديت، الجملة الأخيرة. ممكن تبدأ تسحب مثلا وتحط هنا، تمام. انا عايز الكلب ما يعملش كل ده، هو بس يقول الجملة الأخيرة. يبقى هنا هيقول كله مع ده الجملة دي. انا عايز دلوقتي القط يبدأ يقول خلاص انا خلصت، والكلب اللي جاوب. فهاجي هنا عند القط واقول له ايه، ابدأ طلع مسج 1، تمام. عند الكلب اقول له ايه، لما تستلم when I receive the message اعمل ديت، تمام. اقول له شغل، هيسأل، هيقول له مثلا عمر انتر ايجيبت، فهيطلق رسالة. اول ما ده يستقبلها يبدأ يجاوب على